نبيه العلقمي الأستاذ الجامعي بجامعة حلوان، إيه رأي حضرتك في مؤتمر المناخ COP27 والذي يعقد تحت رعاية الدولة المصرية في شرم الشيخ؟ يجب القول كما قال الشاعر: مصر عادت شمسها الذهبي. أصبحت مصر هي ما حط أنظار العالم، عاصمة العالم ورؤيته المستقبلية في إطار احترام لقيم الإنسان ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. أصبحت مصر فعلا نافذة لكي يحقق العالم من خلال ما ورد بهذا المؤتمر العظيم الذي تبنته الدولة المصرية في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون لمصر الريادة. لم يتوقع أحد أن تكون COP27 بهذا الحضور الكبير وبهذه اللغة الفاعلة التي أكدت أن مصر قادرة على أن تحقق للعالم إنجازاً، ولإفريقيا خاصة ما مكنها من أن تتبنى رؤية مصر، ما هي المشاكل التي عانت منها القارة الإفريقية ويجب أن يسدد العالم. مصر قائدها العظيم، تحية إلى كل من حقق هذا الإنجاز العظيم، وللشرفاء أهلا وسهلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لحضرتك، شكرا.